سبب اخبار الناس على البالي لرفض القطعه ووجود متطلبات المواطن يعني فيها، واكثر الشغلات عم بلاقيها موجوده، وارتفاع الاسعار بالاماكن القطعه الجديده والالبسه الجديده. عن محلات البالي لأنه بنلاقي فيها كل شيء كويس ورخيص وأسعارها كويسة ومناسبة، وكل شيء بدنا إياه بنلاقي هون. والمحلات الجديدة ما نقدر عليها لأنه شغل ما في ومعيشة صعبة.